السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الخبر نرجو الاشتراك في قناتنا لكي يصل إليكم كل جديد. تليجرام قد يودع العراق، معلومات عن توجه حكومي لحظره نهائيا. قطع مؤقت جسر وسط بغداد. الصدر، الحرية الغربية، وهم وكذب وهذه الدلائل. ما ضرورة وتأثير الاحتجاجات الشعبية في العراق ضد الكويت؟ بغداد أم الشركات الاحتكارية؟ من المسؤول عن أزمة البنزين في كردستان؟ رغم الاعتقالات المستمرة، لماذا تتكتم السلطات على هوية وارتباطات تجار ومهربي الدولار؟ إليكم تفاصيل الأخبار. أفادت معلومات من مصادر متعددة بتوجه الحكومة العراقية لحظر تطبيق تليجرام في البلاد وسط غموض يلف حقيقة الأمر والأسباب وراء هذا التوجه، في الوقت الذي لا يزال التطبيق متوقفا على بعض الشبكات. واكتشف عدد كبير من مستخدمي الانترنت في العراق توقف تطبيق التليجرام منذ ظهر اليوم السبت وحتى الآن، فيما وردت معلومات وأنباء عن أن التوقف حدث في العراق فقط، وأنه ضمن توجه حكومي لحظر التطبيق نهائيا في البلاد دون إعلان رسمي. بالمقابل فإن التطبيق قابل للاستخدام في حال فتح في بي أن كما رصد عدد من المستخدمين. أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد مساء يوم السبت 5 آب 2023 بقطع جسر ملعب الشعب الدولي القادم من جهة الكرادة. وقال المصدر في حديث أنه تم قطع جسر ملعب الشعب للقادمين من جهة الكرادة بشكل مؤقت من قبل القوات الأمنية والمرور. وأضاف المصدر أن القطع جاء على خلفية وجود مباراة داخل الملعب. يذكر أن ملعب الشعب الدولي سيشهد مساء اليوم المباراة النهائية لكأس العراق بين فريق القوة الجوية وأربيل. استعرض زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يوم السبت 5 آب 2023 15 مثالا على ما اعتبر أدلة على وهم الحرية لدى الغرب. وأورد الصدر عدة أمثلة من بينها حرق العلم العراقي التي تدل على الكراهية أو الإجبار على خلع الحجاب واحتقار السود، وكذلك عدم تضمين القوانين الإسلامية في قوانينهم رغم وجود قوانينهم في البلدان الإسلامية بحسب قول الصدر. اعتبر أمين عام جبهة تشرين واثق لفت اليوم السبت 5 آب 2023 التظاهرات والاحتجاجات ضد التجاوزات الكويتية بأنها موجهة للسلطات الحاكمة في العراق، فالتظاهرات هي الرادع الأول لانحراف الطبقة الحاكمة عن حماية سيادة الدولة بحسب تعبيري. وقال لفت في حديث إنه بلا شك تعتبر القوى الشعبية هي من أهم أسس أي عملية سياسية في جميع الدول، وأنها المصدر الأول للسلطات. لذلك عندما تجد الطبقة الحاكمة منحرفة عن حماية وسيادة الدولة، تجد هذه القوة دوما متصدية لأي إخفاق في إدارتها. وأضاف أن اليوم الحاكمين غير أمناء على حقوق وموارد وسيادة البلد، لذا تصدى الكثير من القوى الاحتجاجية في تظاهرات ووقفات حركها ضميرها وحبها للوطن على عكس المدعين بالوطنية سراق البلد في السلطة. لذا إن الاحتجاجات والتظاهرات ضرورية جدا لتعرية الفاسدين وخلق رأي عام أمام الشعب لما يحدث. وأضاف أمين عام جبهة تشرين إن الاحتجاج يعتبر من أهم ورقات الضغط على أي حكومة تحاول التفريط بأرض الدولة العراقية، فهذا حق الشعب وليس الحاكمين. وأما مستوى التأثير فهو يتناسب بشكل نسبي مع خطورة وحجم الأحداث. وأمس الجمعة 4 آب 2023 منعت القوات الأمنية عشرات المتظاهرين من دخول محافظة البصرة للاحتجاج على قضية قصر. وقال مراسل بغداد اليوم إن السلطات منعت دخول المتظاهرين القادمين من المحافظات الأخرى في مدخل سيطرة السدرة بمحافظة البصرة، وأوضح أن المتظاهرين قادمين من المحافظات العراقية الأخرى إلى البصرة للاحتجاج على تسليم بعض أجزاء من مدينة أم قصر إلى الكويت. وأحدث تصريح وزير خارجية الكويت سالم عبدالله الجابر الصباح الذي تحدث فيه عن الوعود التي أطلقها محافظ البصرة بشأن إزالة منازل العراقيين في أم قصر وتسليم مناطقها للكويت ضج في الأوساط الرسمية والشعبية. عادت أزمة الوقود في أقليم كردستان للظهور مجددا
بعدما شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا، حيث سجل اللتر الواحد من البنزين العادي 950 دينارا، فيما سجل سعر البنزين المحسن 1150 دينارا لللتر الواحد. وحمل عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الدورة الخامسة دياري أنور اليوم السبت 5 آب 2023 حكومة الإقليم المسؤولية الكاملة لهذا الارتفاع. وقال أنور في حديث إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الوقود هو بسبب احتكار الاستيراد من قبل شركات معينة مرتبطة بالأحزاب الحاكمة. وأضاف إنه لو أتاحت حكومة الإقليم مجال الاستيراد لجميع التجار سيكثر العرض وبالتالي ينخفض السعر، ولكن هي عملية احتكارية على حساب المواطن. وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت في وقت سابق قرب انتهاء أزمة البنزين خلال أيام بعد السماح لجميع الشركات ابتداء من 30 تموز، مبينة أنه سيتم استيراد 71 مليون لتر شهريا من البنزين إلى الأقليم، قبل أن تعلن وزارة الثروات الطبيعية في الأقليم الأربعاء الماضي وصول أكثر من 500 ألف لتر من البنزين، وقرب وصول أكثر من 1.5 مليون لتر أخرى، مبينة أنها ستقوم بتوزيعه بواقع 750 دينارا لللتر الواحد. وقالت حكومة الأقليم إن سبب الأزمة هو قيام بغداد بقطع حصة الأقليم من البنزين التي كانت ترسلها سابقا. مع استمرار الإعلان الحكومي بين الحين والآخر عن اعتقال بشبكات ومتاجرين بالعملة الصعبة ومهربين للدولار، وبالرغم من أن أزمة الدولار في الوقت الحالي تعد من أبرز الأزمات في العراق، إلا أن لا نتائج معلنة حتى الآن عن هوية هذه الشبكات وأهدافها وارتباطاتها. ويأتي ذلك في وقت تحاول الحكومة العراقية منع عمليات تهريب العملة نحو إيران، والتي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية بسببها عقوبات على مصارف عراقية عدة بسبب تعاملاتها المالية مع إيران وأخرى مرتبطة بعمليات غسل الأموال، وهو ما أربك سعر الدينار العراقي مقابل الدولار وأثر في استقرار السوق العراقية بشكل عام. وسبق أن تعهدت الحكومة العراقية لواشنطن باتخاذ إجراءات لمنع تلك العمليات ومنع وصول العملة المهربة إلى الدول المشمولة بالعقوبات الأمريكية مثل إيران وسوريا. وقبل أيام عدة أكد رئيس وزراء العراقي محمد الشياع السوداني إن موضوع الدولار معركة وليس أزمة، فهو معركة بين الدولة التي تصر على إكمال إصلاح النظام المالي والمصرفي وفيها متضررة عبارة عن مجموعة من المضاربين والمهربين، مضيفا مستمرون في ملاحقة مضاربي ومهربي العملة الأجنبية. وأكد رئيس الوزراء العراقي أن جهاز الأمن الوطني نفذ عمليات إطاحة بشبكة للمضاربين الكبار بالعملة، كانوا يحددون سعر صرف ويتواصلون مع مضاربين صغار يسحبون لهم الدولار من السوق، وهؤلاء ارتبطوا بآخرين في أقليم كردستان كان يجري تهريب العملة من خلالهم، مضيفا أنه بالتعاون مع أقليم كردستان جرت كذلك الإطاحة بشبكة مضاربة في مدينة أربيل. ولفت إلى أن العمليات الأمنية ضد المضاربين تجري بتنسيق عالي مع القضاء الذي كان متعاونا على نحو استثنائي، وأن الحكومة ستستمر بالإجراءات وأن أي حركة للمضاربين ستكون مكشوفة أمامنا، وهدفنا ليس البورصات بل المضاربين الذين يمارسون أعمالا غير قانونية وتضر بالاقتصاد. ميدانيا قال جهاز الأمن الوطني يوم الأربعاء الفائت إنه أطاح بشبكة من كبار المهربين والمضاربين بالدولار ضبط بحوزتها 14 مليون دولار معدل التهريب، مبينا أن المتهمين الملقى القبض عليهم وعددهم 11 اعترفوا باتخاذ شركة وهمية غطاء لتهريب العملة، مشيرا أيضا إلى ضبط 12 متهما بتهريب العملة في محافظات البصرة وديالة والمثنى بحوزتهم أكثر من 300 مليون دينار عراقي. كما أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في اليوم ذاته إحباط محاولة تهريب أكثر من 48 ألف دولار في منفذ زرباطية نحو إيران، وذكر بيان صادر عنها أن العمليات جرت بناء على المعلومات الواردة لهيئة المنافذ والمعممة على الدوائر الأمنية العاملة بالمنفذ، مكنت من القبض على سائق عجلة
نوع جي ام سي بحوزته مبلغا ماليا قدره 48,300 دولار يروم تهريبها الى خارج البلاد. وعلى الرغم من ان ملاحقة تلك الشبكات باستمرار واعتقال العشرات من افرادها واخضاعهم للتحقيق، فانه لم يكشف عن جهات ارتباط تلك الشبكات المتنفذة. ونقل الصحيفة العربية الجديد عن مسؤول رفيع في جهاز الامن الوطني انه خلال الاسبوعين الاخيرين جرت اطاحة نحو 13 شبكة تعمل بتهريب العملة وان المعتقلين يخضعون للتحقيق. واوضح المسؤول ذاته عدم ذكر اسمه ان التحقيقات مع تلك الشبكات تجري بسرية تامة، وهناك العشرات من المعتقلين من تلك الشبكات في السجون، مبينا ان غالبية تلك الشبكات مرتبطة بفصائل مسلحة ناشطة في البلاد، وان عمليات التهريب اغلبها تتم نحو ايران. كما اشار الى ان العمليات المكثفة لملاحقة تلك الشبكات حجمت من تحركاتها، الا انها ما زالت مستمرة وان الحكومة جادة إنهائها.